جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل عن معنى حديث هدايا العمال غلول. نعم، الرشوة، هذه الرشوة، والعمال المراد بهم الموظفون، لا يعطون هدايا من المراجعين ومن لهم قضايا، لا يعطون. كذلك الذين يقبضون الزكوات، العمال الذين يقبضون الزكوات من الناس لا يعطون هدايا، إن هذا من الرشوة. قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبي على الصدقات، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب صلى الله عليه وسلم قال ما بال الرجل نستعمله على ما ولانا الله عليه، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فيرى هل يهدى إليه؟ واعتبر هذا صلى الله عليه وسلم من الغلول. فالواجب على الموظفين في أي مجال إن كانوا أن لا يقبلوا الهدايا من المراجعين ومن الناس ومن أصحاب القضايا، لأن هذه رشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، وهي السحت الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم.